انتوا افشل اتنين دخلوا الشركة دي. لحد دلوقتي ما وصلتوش حتى ال 100 جنيه. خلاص يا جماعة الموضوع قفل خلاص. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انتوا فاهمين انا بقول ايه؟ قدم المشيئة ان شاء الله يعني. خلاص ما الموضوع كده وصل لمرحلة منتهية، انا مضطر استخدم الميديكال انشورنس. شوفوا بقى مين فيكم هيقطع دراعه. انا بومبا ما تبقاش اناني، مش ممكن كل حاجه بتسبقني فيها يا ابني. هو اي مزاحمه وخلاص. الله تيمون لو سمحت ما تبقاش غلس وسيبني انا اللي اتقطع ايدي. بومبا لو سمحت كفايه انانيه وسيبني انا اللي اتقطع ايدي. اخر مره لعبنا كوره انا وقفت جون طول الماتش بدالك، فسيبني دلوقتي اتقطع ايدي يا بومبا. يا ابني هي مش بالغباوه دي، ما انا تهاني دي هي السبب في اللي احنا واصلين له. تهاني دي مراتي، يبقى انا اللي اشيل مسؤوليتها، انا اللي اتقطع ايدي. لا انا لان تهاني دي اختي، هو ينفع يطلق مراته لكن انا مش هينفع اطلق اختي، فانا لو سمحت لا يتقطع ايدي.